السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنشرح الحلقة رقم 2 في حساب الأحمال مانيوال باستخدام كود أشري. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن أحمال الأوت دور، واتكلمنا عن حساب الول والروف والجلاس والسولار، وقلنا الفرق ما بين البارتيشن والفرق ما بين الوول. البارتيشن اي حاجة من جدار او سقف او ارضية غير معرضة للشمس. اما الول هو عبارة عن روف او وول معرض للشمس. اتكلمنا المرة اللي فاتت وحسبنا الاحمال الحرارية دي كلها المرة اللي فاتت، وقلنا ان الاحمال الحرارية دي كلها هتندرج تحت حاجة اسمها السنسبل لود. السنسبل لود وقلنا هو الحمل المحسوس اللي بيحصل اختلاف في درجات الحرارة فيه، ده بتزيد ده بتقل. طبعا هنا الحاجات دي بتزود الحمل الحراري. طيب هنتكلم النهاردة بقى عن مجموعة الأحمال الحرارية اللي هي الاندور. الاندور، وزي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت اندور يعني أحمال ناتجة من داخل المكان، يعني زي البيبول، زي حمل الإضاءة، يعني اللمض اللي موجودة في المكان بتسبب حمل حرارة، وزي البارتيشن، وزي الميسلينياس. السنينيز دي زي مثلا الميكروويف، زي الكاتل اللي هي الغلاية، عندك اخر حاجة اللي هي الباور اكويبمنت اللي هو المعدات الكهربية، مثلا عندك مواتير دي لها حمل حراري. تمام، هنتكلم النهاردة في السيشن رقم 2 عن الاحمال دي. هيبقى كده فاضل لنا في السيشن الاخير هو الفنتيليشن والفنتيليشن، وهنحسب معاهم السي اف ام، ونتكلم عن خريطة السايكومتري الشارت، وهنتكلم يعني ايه العمليات على السايكومتري الشارت، يعني ايه نسخن، يعني ايه نبرد، يعني ايه نعمل ترطيب، يعني ايه نشوي رطوبة، يعني ايه نسخن ونرطب مع بعض. هنتكلم على كل العمليات دي باذن الله السيشن الجاي اللي هو بمشيئة الرحمن، يعني هيبقى على يوم الاثنين القادم ان شاء الله. هنبتدي النهاردة بقى في الاندور، نحطهم كده في الجنب علشان نعرف ان احمال الاندور هي عبارة عن بيبل لايت، لايتنج اضاءة، عندك باور اكوبمنت، عندك ميسلينياس، عندك بارتيشن، وقلنا البارتيشن وول وفلور، وقلنا ممكن يكون دور وممكن يكون شباك، اي حاجة مش معرضة للشمس فهي بارتيشن. هنحسب النهاردة بقى مع بعض باستخدام الكود بتاعنا. بس قبل افكركم بالمشروع، هو ده المشروع اللي احنا اشتغلنا عليه المرة اللي فاتت. بمنتهى البساطة هنلاقيه هنا كاتب لنا اللي هو ده جيم، وعايز يخلي درجة حرارته 24 اللي هي 75 فهرنهايت، وعدد الاشخاص جواه 30 بيبول.
على فكرة المعلومة دي لو هو مش مديهاني المعماري أنا أقدر أجيبها من خلال الكود، وهنشوف في موضوع الفنتليشن والإنفنتليشن هنلاقي موجودة في الكود بإذن الله السيشن الجاي. طيب دلوقتي إحنا بالنسبة لنا هنحسب حمل الأشخاص، حمل إضاءة المكان لو هو مش مديهوني هنشوف أنا هتصرف إزاي معاه، عشان هو المفروض يديني يقول لي حمل إضاءة المكان كذا وات لكل متر مثلا تربيع، فأنا أعرف من خلالها للمساحة كم متر تربيع اضرب في عدد الوات اعرف الحمل قد ايه الحراري، بس هو لو مش مديهوني هنشوف هنتصرف ازاي دلوقتي. طيب وعندي حمل البارتيشن، حمل البارتيشن هحسبه للجدران دي وللابواب دي، تمام. طيب يا مسهل، وعندي حمل البارتيشن ده ليه 3 حالات هنتكلم عليهم اما احنا نجيله، وعندنا هنا مفيش ميسلينياس في المكان يعني مش هنحسب ميسلينياس، وهنا مفيش باور اكوبمنت يعني مفيش معدات هنحسب عليها، يعني يا دوبك هنحسب على البيبل واللايت والبارتيشن، وهنشرح الكود الجدول بتوع الباور والميسلينياس، بس هما مش هنستخدمهم هنا عشان هو ولا فيه باور ولا فيه ميسلينياس. جميل، نفتكر بس معلومة البيبل اللي هما 30 شخص. طيب نيجي على الكود بتاعي، الكود بتاعي زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت بكرر تاني، ده الكتاب بتاع فريق المشروع بتاعي. نفتح نلاقي تاني باب عندنا اللي هو الاندور، الاندور هنيجي هنا ربنا يبارك له احمد عبعال هو اللي عامل الفهرس بتاع الكتاب، هو اللي مصمم بأمانة الكتاب يعني، أنا بس يا دوبك قعدت معاه نجمعه مع بعض، بس هو اللي عامل الإعداد بتاع الكتاب يعني. 22 صفحة 22، نقلب كده على صفحة 22، فيريس مكتوب تحت هنا عشان مفيش حد يتوه. 22 أول لما أجي هنا أفتح صفحة 22 ألاقي اللي هو كاتب لي الإندور فوق وقايل لي انا هبتدي بحمل اللايت. جميل عادي مش هنختلف، حمل لايت من حمل بيبل كلها احمال. نجيب الورقه البيضاء بس من تحت عشان نشتغل هنا. يعني اول حمل انا هحسبه معايا النهارده هو حمل اللايت، كاتب لي القانون فوق هنا اللايت، حمل اللايت بيقول لي الكيو بتاعت اللايت، اللايت هنا ملهاش الا قانون واحد يعني بتديك سنسبل بس، تمام، مش بتديك زي البيبل لايت، مش بتديك زي البيبل ليتنت وسنسبل، يعني قانون اللايت بمنتهى البساطه 3.41، وهقول لك القيمه دي جت منين، في الكيو في الاف اي في الاف اس في الايه في السي ال اف. هنتكلم بقى على كل بارامتر من البارامترات دي بالتفصيل ليه وبنستخدمهم في ايه. الكيو ده الحمل، كام وات لكل فيت تربيع؟ قال لا بيتكلم لي في الفيت تربيع وبيتكلم لي الوات، اول مره استخدم دي، انا على طول متعود اللي هي بتبقى وات لكل متر تربيع، لا هنا في القانون هتستخدم وات لكل فيت تربيع علشان الكود اللي انا مستخدمه وات لكل فيت تربيع. طب الكيو دي هتطلع لي بايه؟ لا يا عم هتطلع لك بالبي تي يو بالاور. يعني انت مستخدم وات وتقول لي بالبي تي يو بالاور ازاي؟ ايوه، ما انا لو قلت لك ان الوات بتساوي 3.41 بي تي يو لازم بقى تصدقني، يبقى ال 3.14 هي دي، فانا ضارب في القيمه دي واحط الكيوب الوات على الفي التربيع علشان يطلع لي المحصله في الاخر بي تي يو. فما تطلع لي المحصله في الاخر بي تي يو بير في التربيع، بير في التربيع، يبقى المساحه دي تبقى بايه؟ بالفي التربيع عشان يطيروا مع بعض، وحصل ضرب الحاجات دي، دي لها علاقه اللي هي تطلع لك في الاخر بي تي يو بير اور. السؤال هنا، في سؤال انا ما قلتوش المره اللي فاتت، وحدات القياس بتاعت الكيو ليه قلنا بي تي يو بالاور وما قلناش البي تي يو بس؟
علشان التغير في الحرارة مش ستيدي، هنا ان ستيدي. لو هو كان ستيدي كنت هخليه كده، اما انا بخليه معدل في الوقت، عشان انتوا لو جيتوا هنا تلاحظوا في الجداول انا بطلع كل حاجة بناء على نسبة التشغيل، اللي هو مثلا لما اتكلمت الحلقة اللي فاتت يعني ايه السي ال اف. سي ال اف يعني انت فاكتور كده، اللي انا لو مشغل الاوضه ديت اضاءه مثلا طول اليوم هيبقى السي ال اف بواحد، اما لو مثلا بشغلها ست ساعات بس في اليوم هتقول لي السي ال اف يبقى بنص، او مثلا ب 4 من 10. اقول لك لا، ما انا ممكن اكون مشغلها 8 ساعات بس ال 8 ساعات دول يدوني القيمه السي ال اف فيها ب 9 من 10. التوقيت بتاع دول فيهم حمل حراري كبير، هنشوفها دلوقتي في الجدول. فعرفنا دلوقتي بس اللي هي بتبقى بي تي يو بر اور مش بي تي يو، وعرفنا ان الكيو دي هتطلع لك بالبي تي يو بر اور، يعني زي ما احنا ماشيين عادي في كل الكيوهات بتطلع لك بي تي يو بر اور. وعرفنا ليه القيمه دي مكتوبه، علشان الكيو اللي هنا هتبقى بوات في التربيع، وعرفنا ان الاريا لازم بالفي التربيع. طب ايه ده بقى؟ يعني ايه الاف ايه؟ الاف ايه الناس بتقول لك حطه بواحد، وانا لما انا كنت مثلا يعني بشتغل يقول لك ايه مع زمايل اللي يقول لك ريح دماغك وحطه بواحد. بس ده معناته ايه؟ معناته اللي انا لو عندي في المكان مثلا 1 2 3 4 لمبات، اللي شغال منهم يعني هو موجود اربعه، يعني التصميم الجمالي للمبنى فيه 4 لمبات. بس احيانا كده لما انت بتخش عندك الشقه بتكون انت حاطط في الصالة 20 لمبة، بتشغل منهم كام؟ بتشغل منهم 15 بس، والباقي كمالة عدد. ده معناته ان انت لو عندك في المكان هنا 4 لمبات مشغل منهم 3 وسايب واحدة، فكده نسبة الـ FA 75%. يعني دي من الآخر نسبة تشغيل من المتاح، يعني لو عندك 4 مشغل منهم 3 يبقى 75%، وهكذا بقى يندرج على الباقي. طيب يعني ايه الاف اس بقى؟ ده معامل ليه علاقه باللمبه ذات نفسها. يعني بيقول لك نبتدي، طبعا هتلاقي الاف اي بيقول لك اللي هو بيتراوح من 75% ل 1%، ومديك هنا مثال اف يو هاف وي هاف 12 لمبه مثلا اند بتستخدم 8 لمبات بس فقط، يقول لك 8 على 12 بيديك 75% من 100. عندنا هنا ال اف اس بنقول لك من 1 ل 1.25، وفي اللمبات الليد يقول لك يفضل اللي هو يبقى اقل شويه، عشان اللمبات الليد ما بتطلعش حراره جامد. يعني انت لو جيت وقفت في البيت وقربت من لمبه من اللي هي القدام اللي هي الحمراء دي اللي هي بتطلع نور احمر شويه ده، وقربت منها ممكن ايدك تتلسع، اما لو مثلا قربت من اللمبه الليد مش هتتلسع خالص، عشان الحراره اللي بتطلع منها بتكون قليله قوي. فيفضل حتى المبنى يكون محطوط فيه لمبات ليد. طبعا ده مش اعلان يعني عن اللمبات الليد. طيب يفضل ان انت تحط برضك الاف اس 1 1.2 عشان يعني يكون له قيمه، بدل ما تقلل الحمل قوي فممكن يغيروا اللمبات مستقبلا، فخليك في الامان. وقلنا ان الاف ان الاي بتكون بتفيد تربيع. طب ايه بقى نجيب منين السي ال اف؟ كولينج لود فاكتور، معامل الحمل الحراري. هتقوم رايح قلب الصفحه كده ببساطه علشان تجيبه موال شويه، يعني في اللمبات تحديدا بيبقى موال. علشان توصل للجدول ده بتمر بمرحلتين الاول. طيب هما ايه بقى المرحلتين؟ اول حاجه بيقول لك علشان نجيب ورقه بيضه، علشان اجيب السي ال اف بتاع الليد بعمل خطوتين. الخطوه الاولى بجيب حاجه اسمها كلاسيك شان كلاسيفيكيشن اي، تاني خطوه كلاسيفيكيشن بي. طيب تصنيف واحد ايه وتصنيف بي، هاجي هنا للجدول ابص هنا الاقي اللي ده تصنيف ايه، يقول لي انت هتحدد لي قيمه الاي بكام؟ ب 45%، 55%، 65%، 75%، هتحددها لي بناء على ايه بقى؟ بناء على اللمبات دي معموله ازاي؟ يعني هل اللمبه
نوت فينتد مش متهوية، ولا عندك مثلا هنا هتلاقي فينتد لايت، اللمبة متهوية. طب فينتد ولا فري هانجينج؟ فري هانجينج يعني متعلقة تعليق حر، فبناء على اللمبات دي محطوطة ازاي انت بتحدد. طيب فرضا هقول لك ان اللمبات دي متهوية، يبقى قيمتها الايه ب 65 من 100. طيب ننزل تحت على التصنيف بي، يقول لك التصنيف بي ده مرتبط بالاستراكشر بتاع الارضيه، يعني الارضيه الهيفي بتاعها، التقل بتاعها، الارضيه دي بتمتص حراره قد ايه. فانت هنا بتقوم رايح داخل محدد الارضيه بتاعتك، اللي هو مثلا نقول ان الاوضه بتاعتك دي بيحصل فيها ميديوم فنتيليشن ريت، وهنتكلم عن الفنتيليشن المره الجايه، بس نخليها مثلا نفترض اللي هي ميديوم فنتيليشن. ونيجي هنا نشوف الارضيه 6 مثلا انش كونكريت، يعني السمك بتاعها 6 انش، فننزل هنا مع الميديوم يقول لك ان هي الكلاسيفيكيشن بي هو بي. طب فرضا اسف لو هي 6 انش مع الميديوم يبقى التصنيف بتاعها سي. طب دلوقتي انا عرفت معلومتين، اللي هي عند ايه بكام؟ ب 65 من 100، وعند التصنيف الثاني اللي هو تصنيف بي بقيمه اسمها سي. اقوم داخل بعد كده الجدول اللي هو يقول لك السي ال اف، يقول لك انت هتخش لي بمعلوميه حاجتين. معلوميه الحاجه الاولانيه الاي قيمتها بكام اللي احنا قلنا 65 من 100، تاني حاجه التصنيف بي هو ايه ولا بي ولا سي ولا دي، عشان هنلاحظ هنا هنلاقي اي وبي وسي ودي. فهو هنا انت بتحدد له التصنيف ايه اول حاجه، وبعد كده التصنيف بي. ففرضا انا اعتبر اللي هي 65 والتصنيف سي، فانت هتمشي على السطر الثالث، او هتمشي على السطر الثالث عند انهي ساعه بقى؟ قلنا احنا بنصمم عند الساعه 16 اللي هي الساعه 4، فهتنزل عند الساعه 16 فيطلع لك ان قيمه السي ال اف ب1 من 10. يعني المعامل بيقولوا لك اللي انت تريح دماغك وتخلي السي ال اف بواحد، تخيل انت هتقلل الحمل الحراري بمقدار 90% بسبب اللي انت هتضربه، بدل في واحد هتضربه في 1 من 10. ده الكود هو اللي بيقول لك كده. بس بقى هنا سؤال، هلاقي هنا السي ال اف 8 ساعات، السي ال اف 10 ساعات، اقلب الاقي السي ال اف 12 ساعة، السي ال اف 14 ساعة، السي ال اف 16 ساعة. ده معناته ايه؟ بيقول لك ان اللمبات بتاعتك دي بتشتغل 8 ساعات هتستخدم الجدول ده، لو بتشتغل 10 ساعات هتستخدم الجدول ده، طب لو بتشتغل 12 ساعة هتستخدم الجدول ده، طب لو هتشتغل 14 ساعة هتستخدم الجدول ده، طب لو هتشتغل 16 ساعة هتستخدم الجدول ده. فعلشان كده احنا بقى مع نفسنا كده بنفكر شوية. فاكرين لما انا قلت لكم ان ال 65% دي معناها ان اللمبة متهوية؟ طب تعالى كده نجرب لو اللمبة مش متهوية اللي هي قيمة 55%، وبرضك عند نفس التصنيف اللي هو سي، ونسبة التشغيل نخليها اللي هي بتشتغل من الساعة، الجيم مثلا بيشتغل من الساعة 10 الصبح نقول لغاية الساعة 12 بالليل، دي كام ساعة؟ 12 ساعة 14 ساعة، بيشتغل 14 ساعة، يعني هنستخدم الجدول ده. عند التصنيف A بيساوي 55%، وقلنا عند السي نمشي كده عند الساعة 16 نلاقي إن القيمة وصلت ل 32 من 100. طب تعالى كده ننزل، لو هو كان بقيمة 65 من 100 عند نفس التصنيف يطلع لك ب 25%، يعني ده الفرق ما بين لو اللمبة فينتد ونوت فينتد. اللمبة داخل لها شوية هواء بيرطبوها، آسف مش بيرطبوها، بيهووا عليها، يعني بتشيل جزء من الحرارة بتاعتها، فبتقل من الفرق السي ال اف من 3 من 10 لغاية 25 من 100. الفرق ده نتيجة هي فينتد ولا نوت فينتد. طيب أنا بقى مش عارف هي فينتد ولا نون فينتد، ولا عدد تشغيلاتها قد إيه، ولا التصنيف بتاع الأرضية قد إيه. طبعا ده أنت لو مش عندك ولا معلوم نقوم رايحين مريحين دماغنا ونقوم رايحين ماشيين كالآتي: السي ال اف نعوض عنها بواحد، بس ده نعوض عنه بواحد، ده نعوض عنه بواحد، الكيو هنجيبها من الجدول دلوقتي، المساحة عندنا بالفيت تربية، ونريح دماغنا خالص.
طيب اخر بقى معلومه، الكيو دي نحسبها منين؟ ببساطه الجدول ده الكيو فيه بتطلع بالوضع في التربيه مباشر. انت بتدور على الابلكيشن بتاعك اللي سبيس دي بتعمل ايه، فانت هتلاقي هنا بيقول لك فيتنس اريا، منطقه فيتنس لياقه، يقول لك ان الفيت على ب 72%، فانت هتاخد القيمه تقوم حاططها في القانون، وبكده تقدر تكون حسبت اول كيو عندنا اللي هي الكيو بتاعت لايت، طلعت معاك اللي هي ب 3.41 في الكيو اللي انت جايبها من هنا اللي هي ب 7.72 في الاف اي اللي انا قلت لك حطه بواحد في الاف اس اللي انا قلت لك حطه من 7 من 10 لو ليد او 8 من 10 وواحد لواحد واثنين من عشرة، حطه بواحد واثنين من عشرة في عندنا المساحة اللي هي كانت 20 في 20 دي مساحة المبنى في 10.8 عشان نحولها للفي التربية، في السي ال اف قلنا نحطه خليه العب في المضمون، لو انت مش عارف حطه بنص لو خليك في المضمون، تطلع الحسبة تطلع الكيو في الاخر. ده كان اول حساب عندنا وهو حساب الكيو لايت. طيب تاني خطوة بقى، عايز احسب الكيو بيبول. يقول لك بقى عندك، لا بالراحة كده معايا، كيو بيبول عبارة عن كيوهين، كيو سينسبل وكيو ليتنت. السينسبل ارتفاع درجة حرارة، الليتنت ارتفاع رطوبة. طيب دي بقى نجيبها ازاي؟ نقوم رايحين قلبين نلاقي هنا مكتوب ايه؟ البيبول. يقول لك ان القانونين ببساطة الكيو اس للبيبول، كيو لكل بيرسون، تمام؟ يعني انت بتجيب قيمة الكيو لكل بيرسون وتضربها في عدد البيرسون وتقوم رايح ضاربها في السي ال اف اللي هو المعامل بتاع برضه في البيرس. طب لو الكيو لاتنت، بتجيب الكيو لاتنت لكل بيرس دي من الكود في عددهم بس ما بتضربش بقى في معامل، تمام؟ طب دي بقى نجيبها منين؟ اول حاجه نحصل على السي ال اف بتاعت الكيو اس دي منين. في عندك هنا جدول لطيف يقول لك انت الشخص ده متواجد في المكان كام ساعه. نفترض مثلا اللي هو متواجد 14 ساعة وهنصمم عند الساعة 16، فننزل كده 14 عند الساعة 16 نلاقيها ب 38، هنلاقي هنا لو هنصمم عند الساعة 12 ب 94، لو عند الساعة 12 الظهر، فنخلينا في المتوسط نحطها ب 7 من 10، تمام؟ عدد الأشخاص احنا قلنا ب 30. طب الكيو اس على البيبول، الكيو اس على البيبول بقى بيقول لك اللي هنا في جدول هنا الزنطوط كده، يقول لك اللي النشاط لو هو هيفي ورك اللي هو جيم، الابلكيشن جيم، هتروح كده على الاخر اللي هي المجموعه بي. يقول لك الكيو سنسبل على البيبول، بس الخط صغنطط، الكيو سنسبل على البيبول مديها لك بالوات والبي تيوبر اور، احنا شغالين بي تيوبر اور، فهتطلع لك هنا بقيمه ايه؟ 635. اهي القيمه دي 635، ونروح هنا القيمه اللاتنت 1165، تمام؟ طب تعالى بقى نركز كده في حاجه بسيطه. تعالى كده نطلع عند مثلا الايه، مش واضحه هنا. بصوا هنا، لو انا في مكان هيفي لايت ورك رايتنج اللي هي الاعمال المكتبيه والاوتيل والحاجات دي، تيجي نبص كده على قيمه السنسبل نلاقيها 230 وقيمه اللاتنت 190، يعني قيمه السنسبل اكبر من قيمه اللاتنت، يعني انا بحتر اكتر ما بطلع عرق، في حين اللي انا لو شغال في نشاط زي الجيم تلاقي السنسبل ب 635 واللاتنت ب 1195، يعني اللاتنت شبه ضعف السنسبل، علشان وانا في الجيم بطلع طاقه لاتنت اكتر ما بطلع سنسبل. ونركز في الحاجات دي، وانت اي نعم انت هتخش الكود وتجيب ارقام بس تكون بس مركز. طبعا انت هنا عارف عدد الاشخاص 30، فبالتالي انت حسبت الكيو دي والكيو دي، تمام؟
اما بنيجي في الاخر خالص بعد ما بنحسب كل الحسابات ونيجي نحصل على كيو توتال، طبعا كل الكيوهات دي بتتجمع، يعني السنسبل بيتجمع على اللاتين، بيتجمع على اللايك، كل ده بيتجمع على بعضه، وفي الاخر هم كلهم وحدتهم بي تي يو بيبقى اوك زي ما احنا عارفين. تمام كده احنا خلصنا ببساطه الكيو بتاعت البيبول. ناقص اخر كيو عندنا في المبنى وهي الكيو بتاعت البارتيشن. كيو بارتيشن، الكيو بتاعت البارتيشن بقى بيقول لك ان البارتيشن، نقلب بقى على البارتيشن، على صفحه البارتيشن دي صفحه الميسلينيوس، نتكلم عنها سريعا. هي مش عندنا في المبنى ميسلينيوس، بس ببساطه بيقول لك قانون الميسلينيوس بتجيب الكيو بتاعت الغلايه اللي عندك في المكان، السنسبل بتكون مكتوب عليها في الداتا شيت بتاعتها وتضربها في السي ال اف. طيب الكيو اللاتنت بتجيبها زي ما هي اللي موجوده على الـ على الـ على الغلايه زي ما هي. قلنا الميسلينيوس ديت غلايه، ميكروويف، حاجات دي. طيب بتجيب، طب السي ال اف اجيبها منين؟ يقول لك اللي هو مثلا على فكره من الحاجات اللي هي الميسلينيوس زي الشفاط اللي فوق البوتاجاز ده بنحطه تحت الميسلينيوس، فيقول لك حاجه اسمها هود وان هود. هود يعني معمول له مدخنه، يعني في بعض البيوت بيبقى في شفاط بس مش معمول له مدخنه زي اللي هي بتبقى في المطاعم. فلو في هود هنستخدم الابلكيشن دي، الجدول ده زي ما احنا عارفين عدد ساعات التشغيل والساعه التصميميه، وتنزل تجيب السي ال اف بمنتهى البساطه. طب لو هو ان هود، ان هود ومواتير يعني الحته دي بنستخدمها كمان في المواتير اللي هو الباور اكويبمنت، هنلاقي كلمه موتور زائد ان هود ابلكيشن، هنستخدم السي ال اف من هنا. قانون وبتعوض فيه ببساطة، مش صعب يعني. طيب عندنا هنا ده الجدول ده للحصول على الكيوهات بتاعت المسلينيوس. بتلاقي هنا غلاية مثلا ولا جريلا السنسبل بتاعتها مثلا بقد ايه لو هي وزاوت هود، ويقول لك ولو هي بهود بتبقى بكذا. انت مثلا هتدور على السنسبل واللاتنت والسنسبل اهو. جميل، ببساطة يعني مش صعبة. وعندك هنا برضك الابلكيشن برضك للتكمله يعني للجدول السابق لو انت في حاجات ما تعرفهاش. يعني هنا انت هتلاقي غلايه وجريل، عندك هنا كوفي بتاع ده اللي هو بتاع القهوه، وعندك هنا هتلاقي هنا غلايه يونت برضك، وعندك توب سيكشن، حاجات كده بتاعت اللي هي المطابخ اللي انا اساسا ما اعرفش كل حاجه فيها يعني. تمام، ده بخصوص الميسلينياس. طيب الجدول ده بيقول لك لو انت حاجه انت مش عارف الميسلينيوس بتاعها اصلا، بتقوم رايح داخل جايب هنا قيمه اللي هي الاقرب ليها، وتقوم رايح ضاربها في فاكتور هنا اللي هو السي ال والسي اس، وتقوم رايح جايب السي ال والسي اف من والسي ال من هنا وتضربهم زي القانون ده، بس مزود يعني معامل، المعامل ده بيعوض الحاجه اللي انا مش عارف. تمام، الميسلينيوس يعني هنبقى نتكلم عنه عادي المره الجايه مع الفنتليشن، هو يعني ادي له حقه يعني. هنا بيقول لك اللي هو الباور اكويبمنت برضه هو قانون، ما بيطلع الباور اكويبمنت ما بيطلعش غير سنسبل، فاللي هي القانون بتاعها ببساطه مكتوب هنا عشان نوضحه. الباور بيقول لك اللي هو القانون الكيو اس ما بيطلعش غير سنسبل A بي سي في الاف ال في السي ال اف. طبعا السي ال اف مش هنتكلم عنها تاني، اللي هو نفس الجدول بتاع الانهود اللي انا لسه موريه لك من شويه، انا جايبه تاني هنا حاطه للموتور، بتخش عدد ساعات التشغيل والساعه التصميميه تجيب السي ال اف. طيب يعني ايه السي ال؟ السي ال بتتراوح من 1 ل 1.25%، بتجيبها من الجدول ده على حسب الموتور بتاعك كام حصان. لو هو 5% لربع حصان بيبقى قيمته، لو هو في الاي سي اوبن نوع الموتور يعني حاجه كهربائيه بيبقى قيمته 1.25. طب لو هو 16 ل 33 بيبقى 1.35%. طب لو هو لغايه 3 4 حصان بيبقى ب 1.25 قيمه الاف ال. طب لو هو اكبر من 1 حصان بتحط القيمه بتاعته ب 1.15%. طيب اطلع بقى اعرف منين هو A ولا B ولا C؟ ده الكهربائي هو اللي بيقول لك الموتور ده نوعه ايه. لو ايه يقول لك ان الموتور ان درايف اكويبمنت ان، حاجه كده بتاعت كهرباء فاهمين. طيب البي موتور اوت درايف اكويبمنت ان.
طب السي موتور ان درايف اكوبمنت اوت، يعني ثلاث حالات انت بتشتغل على حاله واحده فيه. طيب انت بقى هتجيب قيمه الاي او البي او السي دي منين؟ بيقول لك ان الموتور بتاعك كام حصان، اهو هيطلع لك مثلا 20 حصان، بتقوم رايح داخل جايب لو هو من النوع ايه، بتقوم رايح جايب قيمته ضاربها، طلعت الكيو سنسبل ببساطه كده. الميسلينيوس والاكوبمنت ببساطه قانونه بتعوض وجدوليه. طيب اخر حاجه النهارده معانا اللي هي الصفحه دي، اللي هي صفحه 35 من الكتاب، اللي هي البارتيشن. البارتيشن ثلاث انواع. عندك النوع الاولاني اللي لو كان الجار مكيف، ده مفيش بارتيشن اصلا، مفيش حمل. يعني من الاخر كده لو انت قاعد في اوضه والاوضه اللي جنبك مكيفه، انت ما بتتاذاش من الجدار اللي ما بينهم، يعني الجدار الفاصل ما بينك انت وجارك ما بيديكش حمل حراري اصلا علشان انت جارك ده مكيف. اما لو انت الاوضه اللي جنبك غير مكيفه، بيبقى في حاجه اسمها دلتا تي. الدلتا تي دي بنفترض ان الاوضه اللي مش مكيفه درجة حرارتها 33 بس دي بالسيليزيوس، ناقص درجة الحرارة اللي انت عايزها اللي هي 24 درجة سيليزيوس، فده الدلتا تي. طيب لو الجار اللي جنبي بقى ولا مكيف، هو مش مكيف بس محطوط فيه معدات اللي هي زي مثلا مواتير وغلايات وحاجات من دي، اللي هي الاوضه اللي انا بجمع فيها كل المعدات، فدي بتطلع درجه حراره عاليه، فبفترض ساعتها ان الدلتا دي فيها ب 43 درجه سيلسيوس ناقص درجه الحراره اللي انا عايز اصمم عنها اللي هي ال 24. القانون بتاعها الكيو بتساوي الاي في اليو في الدلتا تي. بس نركز ان الدلتا تي هنا تتحط بالفهرنهايت، يعني هنا نحول دي لفهرنهايت الاول، وزي ما اتكلمنا المره اللي فاتت تحولت السيلسيوس لفهرنهايت، ومنتهى البساطه ان الاف فهرنهايت بتساوي 9 على 5 اف سيلسيوس زائد 32. تحول درجات الحراره الاول، بعد كده تعمل الدلتا تي، وبعد كده تجيب اليو، وبعد كده تجيب المساحه. طب المساحه امرها سهل، اللي هو مثلا لو انا عندي هنا ورقه، اجيب ورقه. المشروع اللي كان عندي كان عباره عن، كان في حيطه، والحيطه دي اللي هي، كان نكمل الشكل، كان حيطه وفي هنا باب وهنا باب وهنا باب، وقلنا ان كان الباب ده 2 في 1 وده 2 في 1 وده 2 في 1. ببساطة الأبواب دي دور، ده عبارة عن بارتيشن عشان غير معرضة للشمس، عكس الباب ده كنت بحسب له حمل حراري تبع الإن دور علشان ده كان معرض للشمس. يعني الفرق ما بين الباب ده والباب ده، اللي ده مش معرض للشمس ده معرض للشمس. طيب الدور هنا ببساطة كنت جبت له اليوم منه، من الجداول الأولانية خالص اللي أنا اتكلمت عليها في الحلقة الأولانية، كنت دخلت جروب جي اللي هو في الصفحة الأولانية، جبت قيمة اليو بتاعته كانت تقريبا طلعت بواحد من عشرة، أو استخدمت الجدول رقم الجدول اتنين وجبت مكونات الجدار وقلت إن الجدار ده مكون من خشب، وما ننساش اللي فيه بره ار للهواء الخارجي وار للهواء الداخلي، وفي الآخر قمنا رايحين حاسبين اليو اللي هي واحد على مجموع كل الأرات. تمام، قدامنا الطريقة دي والطريقة دي، وبعد كده حسبنا المساحة، المساحة 2 في 1 بنقوم رايحين محولينها في 10 بوينت 8 كده. احنا نحسب الدلتا تي، هنحسبها اللي هو غير مكيف علشان المكان هنا غير مكيف فعلا، اللي هنا في هنا حمام وهنا أوضة غير ملابس وهنا حمام، يعني الحاجات دي مش مكيفة، فهنعتبر إن درجة حرارتها هنا 33 درجة، هنحولها للفهرنهايت ونقوم حاسبين الكيو بتساوي الـA اللي هي مساحة الأبواب. ممكن اقوم رايح جمع مساحه الابواب كلها، ما هم لهم نفس الخصائص، يعني نقوم رايحين قايلين 6 في 1 يعني 6 متر تربيع، يعني 6 متر تربيع نضربها في 10.8 فتطلع لك بالفيت تربيع، ونقوم رايحين حاسبين اليو. اول صفحه خالص، اول صفحه خالص هنا عندك اليو، عند الجي كان قايل لك اللي هي بواحد من عشره لغايه 17 من 100 في الرينج ده اللي هو تصنيف جي. تمام، او كنت تخش هنا تجيبها مكونات، يعني تقول الاول ب 3 بوينت 3 3 تلاتات، وتقوم رايح نازل هنا جايب ان اللي هي مكونه من 2 انش خشب، وتجيب اليو بتاعته كانت
4.76، وبعد كده تقوم راح قايل اللي فيه مقاومة داخلية اللي هي 0.685، وتقوم راح جايب كل مقاومة لوحدهم وبعد كده قلبهم جمعهم وقلبهم جبت اليو، او تجيبها من هنا مباشر، وهيبقى الفرق ما بينهم قريب. يعني هنا هيطلع لك لو انت اخدت هنا قيمة اليو ب 17 من 100، وهنا بالحسابات هتطلع لك 2 من 10، يعني قيمتها يعني زي ما بنقول كده. هنستخدم اللي هي الحالة اللي الدلتا تي ب 33 ناقص التي التصميمية اللي انا عايز اصمم عندها، تمام؟ هنا الثلاث حالات مذكورين، اللي لو هو مش مكيف، ولو هو مكيف، ولو هو في معدات ومكن. طيب برضك من جزء البارتيشن الوول، الوول اللي هنا دي لسه ما حسبناهاش، يعني الكيو بتاعتها هتبقى الايه في اليو الدلتا تي. الدلتا تي طبعا اللي هي هنا الدلتا تي برضك، فالدلتا تي ثابته، اليو متغيره. الجدار ده ليه مكونات، هنجيب اليو بتاعتها زي اليوهات دي بالظبط لو هو نفس التصميم، اما لو باختلاف التصميم هنرجع نجيبه من يو واحد من تيبو رقم واحد. طيب المساحه ما ننساش اللي هي المساحه كل دي في ارتفاع 3 متر بس نطرح منه مساحه الابواب، دي ما ننساها. كده انت جبت الكيو بتاع الوول بارتيشن، وجبت الكيو بتاعت الدور البارتيشن، وبكده انت قدرت تحسب البيبول، وقدرت تحسب اللايت، وقدرت تحسب البارتيشن. وقلنا البارتيشن ممكن يكون اسف، لسه الفلور، لسه نسينا الفلور. لو انتوا فاكرين اللي هو كان قال لك ان الفلور هنا 4 هيفي كونكريت و1 انش ايزوليشن، والارضيه بنعتبرها بارتيشن عشان هي غير معرضه للشمس. طيب فهي نفس القانون برضه، الايه في اليو في الدلتا تي، الدلتا تي ثابته، اليو الايه هي المساحه الارضيه اللي هي كانت 20 في 20 وما ننساش نحولها للفي التربيع. طب اليو هنقوم رايحين جايين على جدول واحد برضك، هنيجي على جدول واحد وندور على هيفي كونكريت، يقول لك 4 انش هيفي كونكريت زائد 1 او 2 ايزوليشن. ايوه هي دي الارضيه كانت 4 انش كونكريت زائد 1 ايزوليشن، يبقى هي القيمه دي اللي هي بماكسيموم 2 من 10 2 من 10. او كنت تقوم رايح برضك حاسب هنا الار بتاع كل حاجه وتقوم رايح قالبها وهكذا، واحنا قلنا نستخدم الجدول ده بيكون اسهل. وبكده انت قدرت تحسب للمشروع ده الاحمال الاوت دور والاحمال الاندور. فاضل كده المره الجايه هنتكلم عن حمل الفنتيليشن وحمل الانفنتريشن، وهنتكلم عن خريطه السيكومتريك شارت، وعن العمليات اللي بتتم عليها، وحساب السي اف ام كام، ويعني ايه روم سنسبل هيت فاكتور، ويعني ايه جراند سنسبل هيت فاكتور، ويعني ايه افكتنج روم سنسبل هيت فاكتور، ويعني ايه الديو برينت يعني ايه، ويعني ايه الدراي بالب، ويعني ايه الويت بالب. شويه فيزيكال مين هنتعرف عليهم في الحلقه الجايه ان شاء الله، انتظرونا. وانا ولا بطلب منكم ولا لايك ولا شير، اللي يعجبه الفيديو بقى هو وضميره. يلا مع السلامة.